السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة غادي نناقش اليوم واحد الموضوع في هذه القناة عنده علاقة بالتوعية القانونية، كيهم وسائل التواصل الاجتماعي. تعرفوا بأن في الآونة الأخيرة تحركت مجموعة من المساطر القضائية مرتبطة بالجانب الزجري اللي عندها علاقة ما ينشر ويداع في وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك أنه إلا حاولنا نديروا قراءة مجموعة من المواقع والصفحات في التواصل الاجتماعي، هذه الصفحات والمواقع المغربية كنوجدوا ربما بأن هاجس البحث عن الربح دفع مجموعة من الأشخاص إلى ضرب الجانب الأخلاقي والقيم عار الحائط، لدرجة أنهم كيسعوا فقط يقلبوا على المتابعات وعلى خلق ربما نوع من الفتنة اللي يمكن ترتب عليها المتابعة والتفاعل، اللي طبيعة الحال غادي يكسبوا منه ماديا، وهذا من طبيعة الحال راه عنده تأثير كبير على التنشئة الاجتماعية خاصة تنشئة ديال الأطفال المغاربة، اللي يمكن أنه يتأثروا بهذا النوع من السلوكيات، واللي يمكن تأثر حتى على مستوى الممارسة التواصلية بين قوسين أو الممارسة الإعلامية في المغرب. هذا بطبيعة الحال هو اللي خلاني ندير هذا الفيديو ونحاول نتناقش معكم هذه المسائل هذه اللي ربما خلقت مشاكل كثيرة جدا، وكيمكن أنها تدي إلى نوع من الفتنة، والفتنة كما يقال أشد من القتل. فالأصل أن هذه وسائل التواصل مفروض أن تستعمل من أجل التثقيف، من أجل التنشئة الاجتماعية السوية، وما يكونش الهدف منها فقط هو البحث عن الربح والمتابعات وغيرها. لذلك فالأشخاص اللي كيتفاعلوا مع بعض المواقع وبعض الصفحات اللي كتير هذا النوع من الفتن ولا كتنشر هذا الرداء بين قوسين، طبيعة الحال تفاعلهم بشكل مباشر بحسن نية أو بسوء نية هو اللي كيعطي القيمة والانتشار لهذا النوع من المواقع وهذا النوع من الصفحات. فكنعرفوا بأن الآن مجموعة من الصفحات اللي لا تفيد المجتمع في شيء، لا اقتصاديا لا ثقافيا لا سياسيا لا اجتماعيا، فكل ما فيها عبارة عن قذف وسب وخلق نوع من النقاشات البيزنطية بهدف ربما كسب المال أو الربح أو الشهرة المزيفة. لذلك فلاحظنا في الأسبوع الأخير أن مجموعة من اليوتيوبرز ارتكبوا أخطاء قاتلة أدت إلى متابعتي من أجل أفعال مجرمة، واللي كنعرفوا بأنه ما ينشر في وسائل التواصل أو المواقع الإلكترونية، فبطبيعة الحال أصحابه مسؤولون قانونيا، مسؤولون على ما يقومون به وما ينشرونه أو ما يقوم بالتعليق عليه. هذا كيخلينا أننا لابد أن نستحضروا لك متابعين ولك أصحاب مواقع اللي يمكن أنها تخرق القانون وتؤدي وترتكب فيها أفعال اللي هي أفعال مجرمة. ومن بين ربما النقط اللي اثار انتباه ديالي في هذه الأونة الأخيرة بصفة خاصة على مستوى بعض الصفحات الرياضية وبعض الصفحات اللي من طبيعة الحال كذلك الاجتماعية، أن بعض الأشخاص يتفوهون بكلام لا يعرفون نتائج قانونية المرتبطة به، والتي يمكن أن تكيف اعتبار أنه سب أو قذف أو حتى تصرفات اللي تكون تشكل إخلال عالم الحياة والتأثير على تربية النشء وغيرها. إذن فهذه الأفعال المفروض أنها
المفروض أن أصحاب المواقع يتجنبوها حتى لا يسقطوا في المتابعات القانونية. وبين المتابعات اللي يمكن أنها تكون بالنسبة لهذا النوع من التصرفات هو التحريض، سواء تعلق بالتحريض على العنف أو التحريض على التمييز، وكذلك بعض الأفعال اللي يمكن أن تكيف على اعتبار أنها سب وقذف. السب هو بطبيعة الحال ملي كتوصف أشخاص بأوصاف مشينة، والقذف هو ملي كتوصف أشخاص بأفعال تمس شرفهم وكرامتهم وثقتهم وهي غير صحيحة. بطبيعة الحال هذه يعاقب عليها القانون الجنائي، والأشخاص اللي كيرتكبوها في هذه مواقع التواصل الاجتماعي فهم بطبيعة الحال يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. ولكن السؤال الآخر وربما الملاحظة الأخرى اللي يمكن أن أبديها هو أن انتشار هذا النوع من الصفحات والمواقع راه عنده علاقة بالمتابعات أو المتابعين. لا يعقل في المغرب هنا والآن نوجدوا الناس باقيين يتفاعلوا مع هذا النوع من الصفحات، يعني يضيع وقته ويمكن أنه يضيع ساعة المقالة ولا ساعتين في التفاهات في التفاعل مع أشخاص اللي ربما لا ينتجون شيء وما عندهم ما ينتجوا أصلا سوى الفتنة والتحريض على العنف والتحريض على التمييز واستعمال الكلام النابي وغيرها اللي هي أصلا مرفوضة. فكل تصرف اللي مفروض غير مقبول داخل المجتمع الشامل فمفروض أن لا يكون مقبول كذلك في هذه وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المفروض أن وسائل التواصل الاجتماعي راه كتعبر على المستوى ديال المجتمع اللي تتكون فيه. بطبيعة الحال هذا كيخلينا أننا نشوفوا هذا النوع من التفاعل وهذا النوع من القنوات كيأثر بشكل كبير على المستوى الثقافي وعلى التنشئة الاجتماعية للطفل والطفلة المغربية. هذا بطبيعة الحال كيدفعنا نقول بأن راه عدم التفاعل مع هذا النوع من الصفحات وهذا النوع من المواقع هو اللي غير يحد من هذه السلوكيات، لأن هدف هؤلاء الأشخاص هو البحث عن الربح بأي وسيلة، البحث عن الشهرة الوهمية بأي وسيلة دون استحضار ما ينبغي أن يكون عليه الفرد داخل الجماعة من خلال تمسكه بالقيم وقواعد الأخلاقية والسلوكيات المقبولة داخل المجتمع. فهتلاحظوا ربما حتى بعض الأشخاص اللي تكونوا في وضعية غير طبيعية، تكون في وضعية غير طبيعية ويفتح القناة ولا الصفحة اللي جا في فمه تيقول، ربما حتى التفاعل مع الأشخاص الآخرين فالهدف ديالو هو نوع من السخرية بين قوسين، وكاين السخرية الحامضة كما تيقولوا في المغرب، هي سخرية حامضة وكيمكن أنها تجيب مشاكل ليس فقط للفرد وإنما حتى للمجتمع. إذا كنتمناو أن أصحاب هذه المواقع والصفحات يعرفوا بأن راه القانون على الجميع، وبأنه اللي دار الذنب راه كيستاهل العقوبة، وبأن الشخص إلا كان في حالة غير طبيعية المفروض أنه ما يستعملش هذا النوع من الوسائل باش ما يطيحش في أخطاء وتصرفات اللي هي غير مقبولة. ونتمنى كذلك أن المغاربة ما يتفاعلوش مع هذا النوع من الصفحات، لأن عدم تفاعلهم مع الصفحات هو اللي غادي يحد بشكل حقيقي من هذا النوع من السلوكيات وهذه الثقافة الرذاءة. وشكرا لكم على المتابعة.